نحكي شيء صحيح، احنا مو دفاع عن احد وندافع عن احد. الواسطه هنا للهامه والمحسوبيه ما اقول لك رشوه ما شفت بعيني، بس انا ابو زهراء البارحه خابرك دير بالك علي، دب ما عملتي خذ ما عملت الاخ. الاستاذ هاي بعيني. استاذ من الخصر رجاء. اذا زميلتي وجدان هاي المشاكل موجوده، هاي المشاكل دائما موجوده، مش كل اكو هواي اكو مشاكل يعني ممكن انه تنحل بالاضافه. خلي نكمل لين هو ما موجود. السلام عليكم، شلون الصحه؟ شو اخبارك؟ تفضل لي هنا لان الشمس ورانا حتى شوي تصير يطلع حلو. شلون صح؟ طلعني شو اخبارك؟ ترى كلش بظيم تعبان. تمام تمام. اكو هواي هسه من يعني صادفنا اثنين من المواطنين دي اكو تاخير في المعامله. الناس تقول مثلا هنا اكو مثلا الجو غير مناسب، يعني خاصه كبار السن اكو يجون من غير محافظات، اكو الدنيا حاره ما تدري هسه رمضان. المعامله قاعده تتاخر تقول اسبوع، يعني الشخص هسه اللي قابلنا يقول اسبوع اني اروح واجي وماكو نتيجه، يدزوني من شباك لشباك من بنايه لبنايه. مو اولا انا لازم اعرف، اول ما السلام عليكم ورحمه الله، لازم اعرف القيد شنو هو؟ القيد شنو اعرف؟ يعني ما ادري هسه الحجي موجود القيد؟ يبغانا مو بس اكو اجراءات، اكو اجراءات خلال دقيقه واحده ناخذ كتاب ويروح، اكو اجراءات تتطلب مفاتح الدوائر اخرى. يلا يصير مثلا التقاعد العامه هذا اي حجينا. شنو معاملتك؟ شنو معاملتك حجي؟ الاخر يقول معاملتي عندي ابن اختي قدم على راتب رعايه. اولا ابن اختك احنا بالتعليمات عندنا هو يجي راتب. انا موجود اكو اي موجود. زين خلي هو يجي. شنو ليش تاخر؟ علي تعال علي تعال 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 علي. احنا ما عندنا تحقيق ولا عندنا بس لا هي تعال على الله ومنك. شنو ما عملت يا بابا؟ متوقفك كانت بدي تقاعد عندك احد افراد الاسره. اذا تقاعد شو تسوي له؟ كم يوم تخلص؟ شنو الاجراء اللي يصير عليه؟ تعرف من عندك الاجراء، نعطيك كتاب رسمي روح للتقاعد العام يجيب لنا كتابات براءة الذمة. من بعد براءة الذمة اقول هم تقديم جديد الكتروني، هذا يطلع لي تقاعد يبرر ذمته يتحول بعدين حلو للحاسبه، نرفع السبب مال التقاعد طبعا ياخذها. انا ابدا اسالك سؤال الأفضل. يعني هو الحجي من سولف لي قال هي مو بس مثلا الاجراءات، اوكي ما يخالف على الاجراءات صح لو لا؟ صح. المشكله انه شنو؟ يقول تجي معامله بيها تليفون تمشي والله والله اولا خلنا بس يقول مثلا اني مثلا يقول روح الحاسبه مثلا انا جاي البارحه ليش ما قال لي البارحه حتى كمل لي اياها واجي ثاني يوم؟ اولا خلنا اقول لك المرفوضين عندي 38,000 قيد. المرفوضين يعني 38,000 قيد سوينا حسب الأحرف، وهذا الزخم موجود أي دائرة بالعراق ما تستقبل هذا العدد وتكمل معاملاتهم. أولا قيد أما تقاعد أما عنده قرض أما عنده ضمان أو أما عنده سيارات أو عنده قيد هو أساسا مو علي. احنا نعرف أنه أي ممتلكات عنده هو ما يحق للراتب. ما يحق للراتب ما يحق. هاي نعرفها كلية. زين ثانيا اعطيني هسه الأخ علاوي ايش قص صار لك ليه تراجعت؟ صار له اسبوع والله فوق الاسبوع راجع. اسبوع المرة راجع شطيناك؟ اول ما اجيت شطيناك؟ وانت صار عرف استمارة. اي وين وديت الاستمارة؟ استمارة وديت للموظف هنا. اي يومين غايب الموظف ماكو غايب يومين اجيت. اي لا انت يا حرف؟ انا حرف العين. حرف يا يوم؟ ثلاثاء. مو ثلاثاء؟ اي من ثلاثاء لثلاثاء ايش قد يراد لك؟ 14 يوم. 14 يوم يعني على الحرف يوم. يعني على الحرف لازم اكو يوم معين. لا يوم معين. اما هو يجيني اليوم انت شو اسمك هسه علاوي ليش اجيت اليوم؟ اجيت ثلاثة بارا غايب غير ما له ما له علم ما له علم ما له علم ما تعطون علم استاذ 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 ما تعطون علم لا تخليها مفاجأة للمواطن. لا مفاجأة لا تخليها مفاجأة للمواطن. اكو خربطة اكو خربطة احنا بنعطي مفاجأة حبيبي حبيبي مفاجأة ما يصير. احنا نريد نحل احنا نريد نحل حبيبي علامات رسمية ويطلع على استاذي. اولا هو الاستغلال مو صحيح استاذي. بس كاميرا استاذي احنا بدنا نعمل بالاحرف صار شهر شهر صار وكل العراق نعمل بها والتوجيه من رئاسه الهيئه. شلون بعد ما يدري؟ العراقيه اعلان رسمي للدائره الاقليميه الرسميه. ما تعرف رقم معروف ما اعرف. انا تفاجئت اليوم حرف عين. تفاجئت اليوم انا تفاجئت اليوم حرف عين. هاي المشكله هاي قلناهم البارحه كل حرف العين استقبلناه. اول يوم استقبله اي صحيح استقبله اليوم استقبله. هذا الحكي التناقض اللي
ندخل المواطن مفاجأة، ندخل المواطن مفاجأة. لا اسمح لي، أنت اسمح لي، أنت اسمح لي ومن رخصة الأستاذ. البارحة الموظف الغايب ايش سويتوا له؟ أختار لك هيك صار. البارحة موظف اسمه أسامة غايب مع عملاتنا يمه. أخذها شخص اسمه حميد. باوع بيها قال أسامة غايب مو مجاز، أكد مو مجاز، قال غايب وبالطابعة مجاز. شو أسوي؟ قال تعال باكر وبعيني. أول هاي جيت باكر هذا اليوم وجيت اليوم هذا. باوع عليها روح للحاسبة جيب لي. ليش ما البارحة قلت تجيب استمارة؟ أنا ساعتين بالحاسبة واقف. ليش يعني؟ مو لا لا من البارحة تقول لي بس. بدون زحمة عليك مصادي. بس لحظة كلمة واحدة ولازم يرد. لا بس لحظة، أنت عندك موقع إنترنت فيسبوك، عندك تطلع إعلان الأحرف مالتك تطيها تطلع حتى المواطن يشوفه. القناة العراقية الرسمية عندك وعندك مواقع الاجتماعية كلها وتنشر الأسماء والحرف الحرف العين الألف غير هيك صحيح؟ مو أنا جاي أطب للدار ألقاها مفاجأة والله حرف عين والثلاثة وأنا شنو ذنبي وجاي عايف شغل وجاي على مود مجرد أدق أحاسب. هم منطقك يوم؟ كاسب وأنا شيء يومي إذا ما أجي الله محمد وعلي وياك يقول لك أبو أبو المال. قلت صار لك مال. أنا رجعت ذاك الأسبوع قال لي حرف عين. ذاك الأسبوع إيه؟ رحمة الوالد ليش ما حرف عين؟ إذا ذاك الأسبوع إيش لقيت؟ ما لقيت انا اليوم يا لقيت القائل هذا. انا بدي اسالك سؤال استاذ، يعني ممكن انه مثلا تتخلى قوائم او مثلا او تتخلى احرف حتى الناس تعرف انه هذا حرف؟ اعتقد بكل شباك تلقى الاحرف. مو بالشباك، احنا بيا تاريخ عمي يا سنه. بس دقيقه حبيبي خلص هذا الشباك قاعد. احنا شنو؟ لا استاذ هذا الشباك كل الشبابيك تاخذ من هذا الشباك. العفو، يعني مثلا ممكن احنا استاذ احنا انه يعرف مثلا حرف العين فلان يوم، حرف الكاف فلان يوم. اي اي هاي تصورها دي في لحظه بس. ايوه هاي تصورها دي. لا كولا كولا لا يجرك الموضوع ثاني. الموضوع الرئيسي مالتنا بس اسمح لي استاذ، احنا لو نحكي الشيء الصحيح، احنا مو دفاع عن احد وندافع عن احد. الواسطه هنا للهامه والمحسوبيه ما اقول لك رشوه ما شفت بعيني، بس انا ابو زهراء البارحه خابرك دير بالك علي، ذب ما عملتي اخذ ما عملت الاخ. الاستاذ هاي بعيني استاذ من الخصر رجاء. اذا زميلتي وجدان هاي المشاكل موجوده، هاي المشاكل دائما موجوده مشكل اكو هواي اكو مشاكل يعني ممكن انه تنحل بالاضافه. خلينا نكمل بالزحمه لان هو ما موجود. اذا مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود في الرعايه الاجتماعيه. لا اسمح لي بس العفو. طالما مو صوتك ماكو انا اعطيك صوت. طالما انسحب ماك مدير ينسحب، انا مراجع حقي عليه. هو جاي يخدمني، جاي يخدمني، يخدم يخدم المواطنين. انا جاي انقل معاناته ان شاء الله وصلت معاه ان شاء الله وصلت. شنو معاناتي؟ يجينا ابو زهراء خبرك. انا جاي من دياله من الصبح على مود شطب واسم من نايد حول البعقوبه، وهاي من الصبح يعني انترنت ماكو؟ من الصبح. انترنت شنو يعني؟ دي ينطيني الكتاب مالتي مال الرفض مال هذا عزل القيد. ولحد الان لحد الان كل شيء ماكو. رجلي تنصت، اريد بس يطلع لي الكتاب. ما حتى انا الكتاب مالتي ما ادري وين راح. شنو مشكلتك؟ انا من 2016 مقدم عندي حاله عجز. من 2016 عندي حاله عجز 100% مرض الصرع، وقدمت على 2016 قالوا مرفوض، وقدمت على 22 هم قالوا مرفوض. واحد يدزني على واحد، هذا يقول لي سحب استماره روح للمدير، هذا روح سيرمت يعني ما فهمنا، روح الغيج ما. ولحد الان ماكو ولا راتب ولا تقاعد عندي ولا عند والدي. شكرا جزيلا. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام اكيد زميلتي وجدان شفت المشاكل اللي موجوده هنا، فالك الكلمه.